لعله واحدة من أهم الأشياء اللي يجب أنه يهتم بها الإنسان هي الصحة، لأنها ترافق الإنسان مدى حياته. فالصحة تاج على رؤوس الأصحاء كما يقولون. فقرة عافية هي الفقرة القادمة، نتابع ونرجع. نتكلم عن الشبكية، نتكلم عن جزء من الجهاز العصبي، هي موجودة في العين لكن تعتبر جزء من الجهاز العصبي اللي هو جزء من المخ المسؤول من نقل الإشارات أو استقبال الإشارات من الشكل الخارجي بعين له الإنسان ويحوله لنبضات عصبية تنتقل من خلال العصب البصري للمخ عشان تترجم لنظر. عبارة عن مستقبلات بتحول الضوء لنبضات كهربائية، وهي طبعا يعني بنقول من أهم كل الأجزاء بتاعت العين مهمة، لكن أهم أجزاء العين هي الشبكية في مسألة الرؤية دي يعني. وبتصيبها للأسف الشديد كثير جدا من الأمراض، وبتتأثر أكثر بالأمراض اللي هي بيقول لها systemic disease، يعني كل الأمراض اللي بتأثر على الجسم، بالذات الأمراض اللي بقت منتشرة كثير زي السكري والضغط وكذا بتأثر على الشبكية تأثير مباشر. أهم الأمراض اللي ممكن تأثر على الشبكية، أمراض الجسم اللي بتأثر على الشبكية زي السكري والضغط والإصابات برضو الشديدة في العين والأمراض الوراثية، الأشياء دي دائما بتأثر على شبكية العين وبتخلي النظر يقل بصورة كبيرة جدا في العيان يعني. عشان نحن نتفادى المسألة دي في طرق كثيرة جدا تتفادى بها الأمراض الشبكية، أهمها إن الزول يعني يتحكم في المرض بتاعه ويكون منظم كويس، مثلا إذا كان في سكر ينظم السكر كويس ويتابع متابعة مستمرة على أساس إنه ما تحصل المضاعفات دي. دائما بتحصل من 7 لـ10 سنين بتبدأ مضاعفات السكري، والضغط برضو إذا كان عالي وما منتظم بيأثر على الشبكية، ضغط العين إذا كان مرتفع برضو ممكن يؤدي لنزائف وانسدادات في الشرايين والأوردة بتاعت العين. دي التفادي بتاعها بأنه الزول ينظم، إذا كان بدت معاه التغييرات دي برضو عنده فرصة إنه بتنظيم السكري وكده يقلل من الآثار السالبة اللي ممكن تحصل من الأمراض دي، لكن بتنتقل بعد ذاك لمراحل تانية قد يحتاج فيها إنه نعمل كي للشبكية بالليزر أو يأخذ حقن داخل الشبكية على أساس إنها تقلل النزيف وتقلل تكوين الأوعية الجديدة، وممكن لحد ما يحتاج لجراحة، جراحة اللي هي قص السائل الزجاجي وإرجاع الشبكية في محلها. ده بالنسبة للسكري. الأمراض الوراثية برضو ممكن تفاديها بالاستشارات، يعني إذا كان في مرض وراثي منتشر في الأسرة بيقوم بيحاول انه يعني تكون الزواج ما يكون زواج اقارب عشان ما يظهر في الاجيال اللي بعده، يعني دي الطريقه الوحيده اللي ممكن يتفادى بها زي التصبغ الشبكي الوراثي وزي تنكس بؤره العين. دي اشياء ممكن تفاديها بانه يمنع زواج الاقارب ده. الاصابات طبعا برضو بتأثر على الشبكية
تأثير مباشر وغير مباشر. يعني ممكن إذا كان الجسم الغريب اخترق العين كلها وأثر على الشبكية، يعني يقوم يدي فيها لأضرار، أو إذا كان يتأثر جزء من أعضاء العين القدام الشبكية عمل نزيف أو كده برضو بغطي عليها بيأثر على الرؤية بتاعتها. دي أهم الأشياء ممكن يعني زول يقول عن الأمراض الشبكية.